يا مساء الورد والرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الهدف. امبارح خلص ماتش القمه الزمالك والاهلي الدور الاول في بطوله الدوري المصري الممتاز دوري نايل، وكسب الزمالك 2-1 في واحد من اللقاءات الجميله اللي كان فيها نديه كبيره جدا. المستوى الفني يبقى فيه افضل من كده بكتير، احسن من كده بكتير، بس فكره النديه اللي كانت موجوده امبارح والاهداف طبعا اللي بتحلي مباراه كره القدم كانت جميله. وابتدت المناكفه بقى بعد نهايه اللقاء، الزملكاويه بينكفوا في الاهلاويه والاهلاويه بينكفوا في الزملكاويه، وبستغرب جدا من الناس اللي بتستكتر على حد الفرحه، لان الفرحه في ماتشات الاهلي والزمالك غير. الاهلي والزمالك لو بيلعبوا مع بعض ماتش ودي، لو بيلعبوا مع بعض ماتش في الحاره، الناس هتفرح. شوف احمد عبد القادر امبارح هو بيجيب جول التعادل، مع انه كده كده الاهلي عنده لقاءات مؤجله والاهلي متقدم لو كسب اللقاءات دي على الزمالك بكتير، بس اكنه جاب جول في كاس العالم. الجزيري نفس القصه، لعيبه الزمالك وعبد الله السعيد وناصر ماهر وكل لعيبه الزمالك بعد نهايه اللقاء، لان ماتش الاهلي والزمالك غير. عشان كده هو اسمه ماتش الاهلي والزمالك، عشان كده هو الديربي الاهم في مصر وافريقيا والوطن العربي، عشان كده هو واحد من اهم الديربيات اللي في العالم كله، عشان كده كل الناس بتقعد تستناه. حتى لو بص الفرحه وبص الجاريه وبص الروح، ده ما بيحصلش كل يوم. احمد عبد القادر لو جاب جول احلى من ده 60,000 مره في ماتش تاني مع فرقه تانيه، مع كل الاحترام والتقدير، مش هيفرح نص الفرحه دي. وهكذا لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك بعد ما كسبهم امبارح، لان الاهلي والزمالك غير، حتى لو بيلعبوا في حاره في دوره رمضانيه بالناشئين. عشان كده هتبقى وهتظل مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه القمه والديربي اللي مفيش زيها اتنين، واللي محدش يقدر ينافسها ولا يجي جنبها، مع كل الاحترام والتقدير لكل الناس. نروح بقى من ده ونروح للمهم، الكلام المهم. هقول لحضراتكم الجديد اللي في الاهلي. طبعا كل ما يخص الزمالك هيكون مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد البنهاوي، ولكني هقف مع حضراتكم عند اربع نقط مهمين جدا حصلوا في لقاء امبارح. النقطه الاولانيه، كولر وما حدث بعد اللقاء وبعد الهزيمه غير متوقعة بالنسبة لإدارة الأهلي ولا جمهور الأهلي، واللي خلاها غير متوقعة أكتر أو اللي خلاها تزداد سوءا عند جمهور الأهلي وإدارة الأهلي، هو التغييرات والتعديلات اللي من وجهة نظر القطاع الأكبر من جمهور الأهلي ما كانتش في محلها من وجهة نظر مارسيل أو من وجهة نظر جمهور الأهلي، واللي عملها مارسيل كولر. مارسيل كولر عمل إيه بعد نهاية اللقاء؟ أول حاجة عمل تمرين في استاد القاهرة، عمل تمرين في استاد القاهرة لكل اللعيبة اللي شاركوا واللي ما شاركوش، ما تكلمش مع اللعيبه تماما، خرج باللعيبه بعد هذا التمرين الى التتش، وده تقليد متبع من مستر كولر في اي نتيجه سلبيه، ما بيخليش اللعيبه تروح، بيوديهم التتش الاول وبعدين يروحوا كنوع من انواع التجدير يعني. وكمان كان في المفروض النهارده جلسه مع او بين الكابتن محمود الخطيب رئيس لجنه الكوره بالنادي الاهلي مع مارسيل كولر، وتم الغاء هذه الجلسه، وحسنا فعل كابتن محمود الخطيب. حركة إدارية 10 على 10، لأن قبل لقاء مهم نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قدام مازيمبي، لقاء الذهاب الفرقة هتتمرن بكرة في مدينة نصر على أحد الملاعب النجيل الصناعي الساعة 10:30، وهيتم إعلان القائمة عشان تسافر الساعة 2. أستاذ محمد شوقي هو عضو مجلس إدارة، هو هيكون رئيس هذه البعثة. فبالتالي قبل لقاء مهم يوم الجمعة اللي جاية، يوم السبت اللي جاية 24 ابريل، الوقت ضيق ان يبقى في شكل من اشكال التعنيف المواجهه. الكلام مع مارسيل كولر في هزه ثقه ممكن تحصل، فعشان كده مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب لجنه الكوره جددت واكدت الثقه في مارسيل كولر، ومفيش اي اجتماعات هتحصل قبل لقاء اي مازيمبي وتحديدا لقاء الذهاب، وتم الغاء الاجتماع النهارده. كمان كولر ما اتكلمش مع اللعيبه خالص، مع النفش اللعيبة تماما، وما تكلمش مع اللعيبة، بالعكس هو اجتمع مع الجهاز بتاعه وخاصة تيم التحليل، التيم بتاع المحللين اللي موجودين معاه، واتكلم معاهم وقعد معاهم في التتش. حتى بعد ما اللعيبة روحت قعد معاهم في التتش عشان يعرف ايه اللي حصل والمشاكل فين والاخطاء فين، وده يبين حجم الخسارة وتأثير الخسارة على مارسيل كولر وجهازه الفني، وبالتأكيد على جمهور الاهلي وعلى لعيبة الاهلي. كابتن خالد بيبو بنفس الطريقة اللي عملها كابتن محمود الخطيب فيما يخص الجزئية الإدارية وحفاظا على الهدوء داخل غرفة تحليل الملابس، لم يعلن عن أي عقوبات مادية على اللعيبة قبل أيام قليلة من لقاء الذهاب في الدور نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا قدام مازيمبي، عشان يتم الحفاظ على الرابطة اللي موجودة والجو اللي موجود والتركيز اللي يكون موجود، بحيث أن اللعيبة ترد الاعتبار في هذا اللقاء، في لقاء مازيمبي القادم. ده كل اللي حصل في النادي الأهلي على مستوى توابع ما حدث بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك امبارح 2-1.
تفصيلة تانية مهمة جدا بعد ما نخورنا وسألنا وعرفنا من مصادرنا الموثوق فيها، هو ليه كولر بدأ بالتشكيلة دي؟ عشان أكون أمين ومنصف وموضوعي، سهل جدا دلوقتي إن العجل وقع تكتر سكاكينه، بس أنا ما بعرفش أعمل كده. كولر فيه جزئيتين، جزئية يلام عليها بشكل يعني محدش يقدر يتكلم فيه، وجزئية أخرى تحتمل الخطأ والصواب. إيه هي؟ قبل اللقاء لما نزلت التشكيلة وإحنا بنتكلم أهلوية وزملكاوية وكلنا بنشوف إيه الأخبار والدنيا فيها إيه، كتير جدا من الأهلوية شافوا إن التشكيل اللي فيه كولر ده فيه تركة حلوة، إنه يلعب بعمر كمال قدام محمد هاني، وإنه يلعب بطاهر قدام معلول عشان يسند مع معلول في الحتة الدفاعية عشان المردود البدني عند طاهر أكبر. كان التحفظ على البدء بمودست، بس قال لك ممكن تعدي عشان هو يكون معتمد إن مودست بيلعب بدماغه كويس، أو المفروض إنه يكون بيلعب بدماغه كويس، وبالتالي يستغل الاوفرات اللي هتطلع منين؟ من عمر كمال اللي كان قبليها في ماتش زد عامل اوفرات بلسن بسبوسه. فكل الناس قالت لك تفكير يحترم. دي ما اقدرش الوم عليها كولر، لان اي مدير فني بيفكر في حاجه ممكن تصيب وممكن تخيب، ممكن يبقى موفق وممكن يكون لا. وعلى فكره الزمالك او الاهلي بدا امبارح لقائه بشكل ما هوش وحش، كان بشكل جيد، وبعد كده تراجع الاهلي. فده يقول لك ان دي وجهه نظر فنيه ربما تصيب ربما تخطئ على جمهور الاهلي، الا ينسى ان ده مدير فني عنده رصيد كبير جدا، كسب كل البطولات، افريقيا، سوبر، كاس، دوري، كاس عالم الانديه برونزيه، كسب كل المنافسين. ده اول ماتش يخسره قدام الزمالك بعد ما كسب الزمالك مع فريره، بعد ما كسب الزمالك مع اسوريو، كسب الزمالك مع جوزيه جوميز نفسه. فبالتالي الراجل عنده رصيد كبير جدا. اللي انت بتشوفه عليه الفترة اللي فاتت في الساعات اللي فاتت من مش انتقادات، الانتقادات عادية وطبيعية ومنطقية، ولكن في دبح للجهاز الفني كله بشكل عام وعلى رأسهم كولر، دي جزئية ما اعتقدش ان هي ممكن تكون موضوعية ولا منطقية. وان كان الجمهور ليه حق ان هو يعني يلوم على كولر، لان هو فعلا عمل تعديلات لم تؤتي ثمارها، وبالتالي لو عملت تعديلات اتت بثمارها الناس كلها هتشيلك فوق دماغها. عملت تعديلات ما عملتش حاجه الناس كلها تنتقدك، وده طبيعي ومنطقي، بس ما ينفعش الانتقاد يوم مرحله التجريح والتجاوز والانتقاص من قدر راجل انه ما بيفهمش حاجه وانه ما شافش حاجه وانه وانه وانه. الجزئيه بقى اللي يلام عليها كولر بنسبه 1000000%، ودي ناخدها في حته لوحدها كده، مودست. يا جماعه ده لعيب معتزل. فاكرين لما انا اتكلمت على مودست لما جه؟ وانت بتقطع في الاهلي وبتقطع في مودست يا جماعه اصل هي مش بدعي ان انا يعني اينشتاين، بس هي معطيات ربما تاخد بالمعطيات المظبوطه الايجابيه ولا يوفق، زي توريس مثلا كده كان بيطلع نار من بقه في ليفربول وراح تشيلسي ما عملش حاجه، بس انت واخد بالمعطيات اللي ربنا امرك بيها تاخد بالاسباب. ما وفقتش دي حاجه تانية، لكن جاب لعيب كل معطياته والاسباب بتاعته بتقول ان هو فاشل بالثلث واجيبه عشان يبقى فرود الاهلي الاساسي. وامبارح ماتش اهلي وزمالك، ماتش قمه، شوط اول مش هقول لك ما شطش كوره ولا ما هدفش ولا ما جابش فاول ولا ما عملش ما لمس كوره غير مرتين في 45 دقيقه، لدرجه ان بعض من جمهور الاهلي بقى بيفرح لما ويشيد بالاخ مودست لما يحجز على الكوره بتاعت حسام ابو علي في ماتش وانا جايب مهاجم محترف بديله مليون وشويه يورو عشان يحجز، عشان لما يشوط كوره في الساعه اقول الله ده ابتدى يتحسن. يا جماعه قلتها وهقولها على كل المحترفين اللي بيجوا وما يستحقوش ان هم يخشوا الانديه المصريه، زي مودست، زي سامسون، زي ناس كتيره جدا عدت، الناس بقى بتفرح له بتستنى لهم باصه. هو انا جايب محترف ياخد دولارات بيعد دولارات عشان يعمل باصه، ولا عشان يشوط كوره جنب القايم، ولا عشان يجيب جونين في السنه، ولا عشان يلعب ثلاث ماتشات كل 20 ماتش؟ مفيش حاجه اسمها كده. دي الجزئيه بقى اللي يلام عليها كولر، اصراره على البدء بمودست في حين ان انت عندك بره مهاجم مزعج ومرعب في تحركات اسمه اسامه ابو علي، وشفتوا كلكم وتابعتوا كلكم ازاي الدنيا اختلفت 180 درجه لما نزل اسامه ابو علي ورضا سليم. فدي الجزئيه اللي بالتاكيد كولر مخطئ فيها بنسبه 1000000%، والاستمراريه في الدفع بيه والاستمراريه وفكره الاصرار على الدفع بيه بالتاكيد هيكون خطا لا يغتفر لكولر، ممكن يخسره لقاءات مهمة جدا في ماتشات جاية لا تحتمل أي خسارة. نروح بقى لنقطتين قسما بالله العلي العظيم بالنسبة لنا بالماتش كله، باللي حصل في الماتش كله. هوريكم أول لقطة، لقطة لعيب منتصر
محترم، وفي وجهة نظري الشخصية هو نجم اللقاء الأول بلا منازع، وفي وجهة نظري الشخصية الاتنين دول كانوا نجمي لقاء الكاس بلا منازع. لعيب منتصر لا فكر يعمل ايه حاجة فيها شكل من أشكال الاستفزاز لزميله، ولا انه يعمل حركة في السوشيال ميديا تلقطها وكلام، ولعيب تاني كبير قدرا ومقاما، وعلى فكرة ليه في الجبال علامات، يعني في ماتشات الأهلي والزمالك ليه بصمات ما ينفعش تنسي من التاريخ، وسهل لو حد تطول عليه يرد ويرد ويرد، لأنه في الأول وفي الآخر ده أنا يعني أنا عامل كتير ومعلم في ماتشات الأهلي والزمالك، فليا حق أرد لو أنت تطولت عليا. تعال أوريكوا صورة وشكل ومشهد للتاريخ ما بين دونجا وما بين محمد مجدي قفشة. لقطة الاتنين طالعين، واحد كسبان هو نجم فرقته بيطيب خاطر قفشة، احنا قاطعين الصوت وهو طالع حد بيحيي دونجا فدونجا بيشكره، وحد بيتكلم على قفشة بشكل لا يليق، شوف قفشة بيعمل معاه ايه، على راسي يا عم ومتشكرين، وشوف الاحترام والادب، ودايما بقول الكبير تصرفاته كبيرة. لما تلاقي لعيب كسبان وده أول لقاء يكسبه دونجا مع الزمالك في ماتش هو كان نجمه الأول بلا منازع، طالع بطيب خاطر صاحبه وزميله، يا جماعة هي دي اللقطات المفروض تبقى طبيعية، بس هي للأسف الشديد على مدار سنين فاتت ما كانتش بتبقى طبيعية. كنا بنشوف اللي طلع كسبان لازم يعمل لقطة، شاغل باله وهو في الملعب وهو في أوضة اللبس هعمل الترند إزاي، والناحية التانية الراجل اللي بيتم التطول عليه حتى لو كلام يعني ما فيهوش تجاوز كبير، بس برضه لازم يعمل لك فيها. وعلى فكره حصلت من احد اللعيبه قبليه على طول، بس احنا مش عايزين نقعد نجيب المشاهد السلبيه وبس، هنتكلم على السلبي بس مش عايزين نقعد نعمق في المشاهد السلبيه. محمد عبد المنعم وهو طالع قبليه حد قال له نفس الكلمتين راح عامل له مش عارف ايه وبتاع، بس مش هنتكلم على القصه دي، عايزين نتكلم على الايجابي، عايزين نتكلم على الناس اللي تبقى قدوه لاي حد، مش انتقاصا من قدر عبد المنعم لان هو ما كانش موفق وهنتكلم على ده وان هو كان متضايق ومشحون فطلعت منه جزئية، بس برضو غير مبررة، ولا تبرر الخطأ من اللاعب ضد الجمهور لا يبرر، ودي قناعتي التامة والشديدة على طول الخط. بس شوف بقى الكبير بيتصرف ازاي سواء دونجا او قفشة، وتطلع من دونجا وقفشة تروح على جزئية الترند. من حوالي اسبوعين ثلاثة شهر شهرين حاجة كده انتقدت ناصر ماهر انتقاد عنيف، لانه طلع في احد اللقاءات اتكلم بشكل من وجهة نظر انا الشخصية ما كان يجب ان يتحدث به. ناصر ماهر بخروجه من الاهلي انه ما حسش ان هو اثبت نفسه وما عملش يعني اللي ينفع يتعمل، وبعد الحديث ده وان ناس كتير انتقدته وغلطته وقالت له انت غلطان تعمل ده، لما يلعب ماتش اهلي وزمالك ويكسب ويكون واحد من اهم نجوم اللقاء وليه لمسة مختلفة وعنده شخصية، ودايما بقول ان اللعيب اللي عنده شخصية في اللقاءات الكبيرة يبان، لان ممكن تلاقي لعيب عنده لمسة جامدة جدا ولعيب حريف والكلام ده كله، بس في الماتشات المتوسطة والضعيفة، بس يجي في الماتشات الكبيرة ما تشوفوش ما تلاقيهوش، ما يقدرش يقدم لك نفس المردود الفني تحت الضغوط. ناصر ماهر ما عندوش الكلام ده، امبارح واحد من اهم نجوم اللقاء لمسات مختلفة، عامل اسيست للجزيري في الجول الاول، كررها الجملة دي واحد مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية لما جت، بس الحتة الفنية دي مش هي دي كلامي. أنا الحتة الفنية أو الحتة اللي عايز أتكلم عليها حتة أخلاقية ونفسية، يا رب يا ناصر تفضل مكمل فيها ويبقى عندك استمرارية فيها. ليه؟ في الظروف اللي حصلت امبارح ناصر ماهر عادي جدا وسهل جدا إنه ينزل بعد نهاية اللقاء يعمل لقطة، وشفناها قبل كده من لعيبة تانية سواء في أهلي أو زمالك بيستغلوا اللقاءات الجماهيرية الكبيرة بتاعت الاهلي والزمالك ازاي يعمل نوش مع جمهور في لقطه وهو بيحتفل مع جمهوره فيها شكل من اشكال الاسقاط او التقليل او التريقه او الاستهزاء بالمنافس. فانت في ماتش انت كسبان فيه وعامل ماتش حلو قوي سهل تعمل كده، ما شفتهاش من ناصر ماهر امبارح. شفته مع ان هو كان مضغوط من فكره الانتقادات اللي كنت بقول لكم عليها اللي انا وغيري انتقدوا فيها، فهو ممكن يبقى عايز يرد وانا هتفتح بقه وانا وعارفين الحركات دي وانا دوست وعملت والجو ده، عملتش كده. عشان كده زي ما بنذكر السلبي لازم نتكلم على الايجابي. خليك كده يا ناصر، لان زي ما بقول الكبير هو اللي تصرفاته كبيره، وطول ما انت مركز في الملعب هتلاقي حبك وتقديرك في قلوب كل الزملكاويه وعقولهم
اكبر بكتير من اللي انت عايزه، لان اللقطات عمرها قصير. اللي بيفضل في عقول الناس وقلوب الناس حتى بعد ما تعتزل مردودك جوه الملعب واخلاقياتك بره الملعب واحترام الناس ليك، هي دي الحاجات اللي بتبقى في 10 على 10. وسقف لك يا ناصر يا ماهر. نروح لاهم الاخبار مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد البهنهاوي ونشوف عناويننا. كواليس القمه، موقف شيكابالا، صفقه الاسود، ملف الحراس، وازمه فيتوري. شرفنا وبنورنا ناقدنا الرياضي الكبير ملك الحصريات الاستاذ محمد البنهاوي. استاذ محمد اخبارك ايه؟ اهلا بيك كابتن ابراهيم. تمام، كل سنه وحضرتك طيب، طيب ومشاهدينك بخير بمناسبه عيد الاضحى. ربنا يعزك ويحفظك يا رب، كل سنه وانت وكل حبايبك طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين. كواليس القمه، ما حدث بعد قمه الزمالك والاهلي؟ طبعا ردود افعال كبيره جدا من نادي الزمالك، ممكن نقسمها لاربع اقسام. اتفضل. فرحه، رضا، غضب، واحتجاج. الفرحه الاول طبعا كلنا شفناها في الملعب، فرحه كبيره جدا من نادي الزمالك، ويمكن في ناس كتير اتكلمت على المبالغه في الفرحه، لكن انا شايفها طبيعيه. طبيعيه ليه؟ لان اولا كان في ضغوط كبيره جدا على نادي الزمالك وعلى لعيبه نادي الزمالك وعلى مجلس الاداره. ليه الضغوط؟ اولا انت الماتش ده نظريا بينك وبين الاهلي لو كسب مؤجلاته 9 بونت، فلو الزمالك كان خسر المباراه دي كان تقريبا خارج المنافسه تماما على بطوله الدوري. ليه؟ هيرتفع الفرق ل 12 بونت، طبعا فرق كبير جدا بين الزمالك وبين المنافس التقليدي الطبيعي. احنا بنتكلم اهلي وزمالك دلوقتي 9 و10، لكن الطبيعي هم اللي بينافسوا على الدوري. صحيح. مع بيراميدز طبعا موجود معاهم بقاله اكتر من كذا سنه. فهزيمه المباراه دي كانت هتخلي الزمالك خارج حسابات الدوري تماما. ثاني حاجه كانت هتخليك موقفك صعب جدا انك تتاهل لبطوله افريقيه السنه الجايه، لو ده برضو كان ضغوط اضافيه. ضغوط موجوده كبيره جدا على المدرب جوزيه جوميز، خصوصا بعد القمه الاولانيه. وانا عايز اقول لك ان جوميز كان فاهم ان الموضوع يعني بهدوء الاوروبيين الموضوع بالنسبه له عادي. طيب. لكن بعد ردود الافعال الضخمه جدا طبعا بعد قمه الكاس ولا ازعق له النبي، رغم ان عنده ديربي مثلا في البرتغال بنفيكا وبورتو او بنفيكا وسبورتنج، لكن في النهايه عندنا موقف مختلف وعندنا ردود الافعال بتبقى مختلفه. صحيح. يعني هم ممكن يكونوا ردود الافعال بالنسبه لهم لمده يوم يومين والدنيا بتخلص، لكن هو لقى ردود الافعال ضخمه جدا بعد قمه الكاس، فعرف اهميه المباراه دي، وعشان كده هو خطط لها كويس قوي. فطبعا كان عليه ضغوط كبيره، ضغوط على بعض اللعيبه خصوصا الصفقات الجديده، ناس كثيره بتشكك فيها، فكل الضغوط دي هي السبب في الفرحه المبالغ فيها اللي حصلت من نادي الزمالك ومن لعيبته عقب المباراه. تمام. طيب ده بالنسبه للفرحه. الرضا هو الرضا من مجلس اداره نادي الزمالك عن جوميز. ومش هتكلم طبعا الناحيه الفنيه، معاك ضيوفك هيتكلموا ملوك التحليل طبعا باستفاضه في الناحيه الفنيه، لكن انا هتكلم الرضا عن عداله الراجل وعن ايجابيه تعامله مع المباراه. اول حاجه عداله الراجل، انا عايز اقول لك ان قبل المباراه الراجل استبعاد شيكابالا واستبعاد استبعاد شيكابالا واستبعاد ناصر مصطفى شلبي اسف من المباراه. انا عايز اقول لك ان الاثنين الدكتور محمد اسامه كان مديله موافقه ان هم طبيا ممكن يشاركوا. شيكابالا كان عنده نزله برد شديده، اتمرن اخر تمرينتين، وناصر ومصطفى اتمرن اخر تمرينه، فبالتالي كانوا موجودين. الراجل اتكلم مع اللعيبه وقال ان اللعيبه اللي هيكون موجود معايا في التمرينات وحافظ شغلي الفتره اللي فاتت هو اللي هيكون موجود كنوع من العداله. الموقف ده عجب مجلس الاداره جدا وحس ان الراجل شغال كويس. تاني حاجه اغلاقه التمرين، حتى المركز الاعلامي للنادي منعه انه يخش قبل المباراه بيوم، ده كان برضو موقف عجب مجلس الاداره من الراجل بشكل كبير جدا. ويمكن الكابتن حسين لبيب حتى كان له تصريحات بعد المباراه، هو نزل للعيبه بعد المباراه واشاد بالمدرب قدام اللعيبه، حتى تلفزيونيا اشاد بشكل كبير جدا باداء المدرب، مش من الناحيه الفنيه بس، لكن من ناحيه العداله والانضباط. وده يعني اشاده في محلها بجوميز بصرف النظر عن النواحي الفنيه، لكن اما يكون عندك عداله وانضباط ده اكيد يعني هيترجم في الملعب لاداء، وده السبب في الفوز. وكمان كان عنده مشكله كبيره جدا اصابه زيزو بدري، يعني حصل في ظروف في المباراه او اصابه فتوح بعد كده. برضه عايز اقول لك ان فتوح طلب انه يلعب بين الشوطين والراجل رفض وقال له انا مش هخاطر بيك، وده برضه موقف يحسب للراجل، لان انا عايز اقول لك اللي حصل في زي ما بنقول في نهايه الكاس، بتلعب ماتش اهلي وزمالك، عندك ورقه مهمه ما عندكش بديل ليه، والراجل بيطلب ان هو ياخد رشه بنج او حاجه وينزل يكمل، المدرب كان حاسم تماما وقال له ان انت مش هتلعب، فدي برضو حاجة تحسب لجوميز. طيب دي الفرحة والرضا على جوميز. طيب موضوع الغضب، عايز اقول لك ان في غضب كبير جدا من نادي الزمالك تجاه التحكيم. يمكن انا
كان ليا حديث مع عدد من اعضاء مجلس الاداره، وقالوا لي ان في عدد منهم اتكلم حتى مع الكابتن حسين لبيب وطلبوا ان هم يقدموا احتجاج رسمي على الكابتن ابراهيم نور الدين رغم نتيجه المباراه، يعني قصدي الزمالك كسب، لكن هم شايفين ان كان في طرد للنادي الاهلي على كريم نيدفيد في الدقيقه 33، الطرد ده كان يسهل المباراه تماما، وان ابراهيم نور الدين ما طلعش الكارت الاصفر الثاني لكريم نيدفيد، وبالتالي ده اثر على مسيره المباراه وصعبها. قصدي الزمالك كسب لكن في النهايه هو صعب المباراه. وش ثاني حاجه شايفين ان الكره اللي بتاعت محمد عبد المنعم وسيف الجزيري ان ده اعتداء بدون كره فهو كارت احمر، بصرف النظر عن محللين التحكيم قالوا لك ان هم دي وجهه نظر مجلس الزمالك اكتر من عضو مجلس، يعني مش عضو ولا اثنين لا كتير جدا من اعضاء مجلس الاداره غضبانين من اداء الحكم وطالبوا الكابتن حسين لبيب. ده بيدرس دلوقتي، لسه ما فيش بيان طلع من نادي الزمالك او احتجاج اتبعت، لكن ده كابتن حسين لبيب يعني بيفضل ان يبقى اي قرار بعد الاحداث مثلا بيوم او اثنين بتكون الامور هديت والناس بدات تفكر بعقلانيه اكتر. طيب نوصل بقى لاخر حاجه وهي الاحتجاج. طبعا انا عايز اقول لك موضوع الكرات ده طبعا عليه اللي هو جمع الكرات او ان الكور ما كانتش موجوده بشكل كبير جدا، حصل جدل كبير جدا في وسائل الاعلام. انا عايز اقول لك ان بعد المباراه مباشره اي عضو مجلس اداره بتتكلم معاه في الموضوع ده بيقول لك لو حد من عندنا غلط يتعاقب، وهم يعني ناس يمكن انا وحضرتك علاقه بيهم، هم ناس محترمين جدا وبيتكلموا ان اي حد غلط من عندنا في الموضوع ده يتعاقب، ما فيش اي ازمه في كده. طب هل ده يتناقض مع ان التصريحات اللي خارجه من نادي الزمالك دلوقتي ان هم قدموا احتجاج على القرارات اللي خرجت من لجنه المسابقات برابطه الانديه؟ اقول لك مش ما يتناقضش. ليه؟ هم هيقدموا احتجاج؟ هيقدموا احتجاج، وطلع الدكتور عمرو ابو العز اتكلم قال ان في احتجاج رسمي هنقدمه على العقوبات اللي صدرت. ليه؟ طب ما الناس هتقول لك انت في ايه بتقول الناس منين انت عايز تعاقب اللي اخطا، ومنين بتقول انه وفي نفس الوقت بتقول ان في احتجاج اتقال. انا اقول لك ان هو اللي اخطا يتعاقب، لكن في نفس الوقت هم شايفين ان العقوبات تاثرت بالضجه الاعلاميه او بالحمله اللي اتعملت على الموضوع ده، يعني في خطا لكن الخطا ده وفقا للائحه، اللائحه بتقول ان في حاله اخفاء الكرات او كده 50,000 جنيه. هم شايفين ان العقوبه على الدكتور عمرو ابو العز تحديدا العقوبه تاثرت بالضجه الاعلاميه، وهم برضو ده كلام اعضاء مجلس الاداره. انا بقول لك ان طلع الاستاذ احمد دياب بعد الماتش مباشره وقال انا شخصيا هحقق في المباراه في الواقعه دي وهشوف مين اللي غلطان. عايز اقول لك ان مجلس الاداره ما عندوش مشكله مع الاستاذ احمد دياب، يعني الراجل فير وعلاقته بيهم جيده جدا، فهم قالوا طالما الاستاذ احمد دياب هيحقق في الموضوع فخلاص الموضوع منتهي. صدور العقوبه ثاني يوم مباشره فهو واضح بالنسبه لهم ان ما حصلش تحقيق، يعني ما لحقتش، يعني ما فيش تحقيق حصل في ساعه او اثنين، لا التحقيق هيكون محتاج وقت اكتر. عايز اقول لك الكلام ده هقول لك الاول راي مجلس او راي مسؤولي نادي الزمالك ليه هيقدموا احتجاج، وبعدين اقول لك رايي الشخصي. راي مسؤولي نادي الزمالك ان في ازمه حصلت مرتين او النادي الاهلي اتكلم على موضوع الكور في واقعتين اتنين. الواقعه الاولى كانت كورنر للنادي الاهلي في الدقيقه 90.6 ثواني اللي هي علي معلول وكان بيلعب الكورنر وكان جنب رضا سليم لو نتذكر. الكوره جات لهم في الدقيقه 9 في الدقيقه 90 بالظبط 41 ثانيه، يعني انت بتتكلم على 35 ثانيه. هم شايفين 35 ثانيه عشان تلعب كورنر ده طبيعي، يعني ده دي الكوره اللي احنا بنتكلم عليها اهي. لو التوقيت بس عشان نكون امنا ومنصفين التاخير اللي حصل امبارح ما كانش انا هقول لك رايي الشخصي. انا ده اللي انا بقوله دلوقتي ده راي الناس اللي هي بتقدم احتجاج، فهم يعني انا بقول لك هم هيقدموا احتجاج ليه او هيقولوا ايه في الاحتجاج. بعد كده انا هقول لك رايي الشخصي. فهم بيتكلموا ان في 35 ثانيه، 35 ثانيه ده مش وقت ضخم جدا. تاني حاجه كانت ضربه مرمى للنادي الاهلي هي دي اللي معانا. كانت الكوره كانت الكوره لو نفتكر سيد نيمار طلعت ضربه مرمى والنادي الاهلي ما شافش الكوره، فمحمد عبد المنعم شتت في نص الملعب. فالكوره كانت في ايد مصطفى ميلك عامل المهمات. فمصطفى شوبير طلب، انا بقول لك نصا من الموجودين على الدكه ايه اللي حصل بالظبط. مصطفى شوبير طلب من ميلان انه يحذف الكوره، فقال له في كوره ثانيه في الملعب موجوده، فطبعا على بال ما اتحذفت الكوره خدت 15 ثانيه. هم بيتكلموا ان حصل تاخير في 15 ثانيه او 35 ثانيه ده تقصير او ده شيء ما كانش المفروض يتم، لكن لكن هم شايفين ان الضجه اللي اتعملت ضخمه جدا، يعني بتوحي ان مثلا الاهلي طول الماتش بيدور على الكوره او مثلا ما كانتش الكوره موجوده. تاني حاجه شايفين ان انت من الواجب ان انت تعاقب او ده بيبقى مسؤول عليه الاطفال او الناشئين، دول من ناشئين نادي الزمالك على فكره اللي بيبقوا موجودين. لكن عقاب الدكتور عمرو ابو العز عليه علامه استفهام بالنسبه لمجلس الاداره، وراجل محترم جدا، وهو شايف ان او هو نفسه بيتكلم ان انا مش مهمتي ان انا اجيب الكرات، انا راجل رئيس الجهاز الاداري بنادي الزمالك، وبعدين عنده سي في ضخم جدا وهو شخص محترم جدا. يعني بتتكلم على حد
كان مدير اداري للمنتخب مع بوب برادلي، كان نائب مدير تنفيذي في اتحاد الكوره، كان مدير اداري في نادي الزمالك مع اكتر من مدرب منهم كجودة وكرول واخيرا كارتيرون. ده راي الناس المسؤولين. رايي انا الشخصي بقى حصل تقصير، حصل ان الكرات ما كانتش موجوده ولو لثانيه واحده، فلازم يكون في عقوبه موجوده بشكل مؤثر وبشكل رادع في الوقت ده. لكن انا عايز اقول لك ان الجدل ده هنفضل فيه باستمرار، لان دايما الناس، يعني انا النهارده على السوشيال ميديا كل الناس بتقارن ما بين ايه، ان هل مصطفى ميلا اخر الكره 15 ثانيه ولا حسين الشحات مثلا والشيبي حصل كذا كذا، فهنفضل في الجدل الطويل ده طول ما احنا ما عندناش. دي اللي يحسمها. انا فاهم، انا قصدي ان نفس الشخص هو او نفس لجنه المسابقات ونفس الشخص هو اللي اصدر. هتكلم انا على القصه دي بعد شويه. بالظبط، فهتلاقي نفس الجدل ده على طول. صحيح. موقف شيكابالا، موقف شيكابالا جدل كبير جدا قبل الماتش، ان شيكابالا بيتمرد، شيكابالا وان ده اخر موسم لشيكابالا، وان ده اخر موسم لشيكابالا، وان الراجل غضبان، وان الراجل زعلان جوميز بالنسبه لشيكابالا. انا عايز اقول لك قولا واحدا، ان الكلام ده وصل لجوزيه جوميز قبل طبعا شيكابالا غاب 7 ايام عن التدريبات، وكلم الجهاز الفني والاداري وقال ان انا عندي نزله برد شديده جدا. عايز اقول لك ان الراجل وصله الكلام ده، سال مباشره الدكتور محمد اسامه، محمد اسامه قولا واحدا رأى شيكابالا امام المدرب البرتغالي وقال له ان هو في عزا الله يرحمه محمد مدحت، شيكابالا اصيب بنزله برد وارتفاع في درجه الحراره، فده خلى او هو كلم الدكتور محمد اسامه، وطبعا محمد اسامه خاف انه يختلط باللعيبه وكده، فهو اللي موافق، هو اللي وافق له ان هو ما يتواجدش. ده قلل يمكن الراجل. انا عايز اقول لك فعلا جوميز كان غضبان وبيتكلم ان ما فيش نزله برد تقعد الوقت الطويل ده، لكن كلام محمد اسامه انهى الازمه. ليه انت في النهايه بقالي 3 اسابيع بالظبط انهى الازمه ليه؟ هو ما يعرفش الادوار اللي متحور عندنا واخد حقه قوي. ممكن يكون الموضوع عندنا طويل شويه، لكن انا عايز اقول لك ان محمد اسامه هو الراجل بدا، يعني يمكن بدا يحط التاتش بتاعه البرتغالي اللي هو شديد شويه في التعامل مع اللعيبه بقى له فتره، حتى اللعيبه حاسه بده. لولا كلام محمد اسامه كان هيبقى في موقف ثاني مع شيكابالا. بعد كلام محمد اسامه شفنا شيكابالا كان متواجد في الملعب. انا عايز اقول لك شيكابالا هيكون موجود بشكل طبيعي في المباراه القادمه، اذا ما فيش مشكله بين جوميز وشيكابالا بناء على كلام محمد اسامه. نروح لصفقه الاسود، هل انتهت صفقه الاسود؟ يمكن الناس نفسها مش فاهمه حاجه، يعني اولا احنا مش فتره انتقالات. ايوه. فكل شويه نلاقي تصريحات لوكيل، نلاقي تصريحات للاسود نفسه على اي موقع من مواقع المصريه بيتكلم ان انا وقعت للزمالك، ان انا انهيت الموضوع. انا بقول لك انا سالت في الموضوع ده في مجلس اداره نادي الزمالك، وقالوا لي محمود الاسود لم يوقع لنادي الزمالك. كل اللي بيتقال في المواقع ان هو وقع، قالوا لي ان المشكله كلها هو في صراع وكلاء، يعني في اكتر من وكيل عايز ان هو يكون اللي هيتولى صفقه انضمام الاسود للزمالك. ده هو اللي عمل الجدل الكبير ده. قالوا لي ان مهاجمين نادي الزمالك السنه الجايه لحد اللحظه دي هو سيف الجزيري وحسام اشرف اللي تقرر خلاص ان هو هيرجع من بلديه المحله بعد نهايه الاعاره، سامسون وناصر منسي تحت الاختبار وفقا لقرار جوزيه جوميز المدير الفني، دول اللي تم الاستقرار عليهم. حمود الاسود هو عايز الزمالك ده 100%. نعم، يعني اي عضو او اي مسؤول او اي وسيط بيكلمه الراجل هيموت ويجي الزمالك بصراحه العباره يعني. فهو طلع في اكتر من مكان وقال ان انا برحب، لكن هل الزمالك انهى مع الكرامه السوري؟ انا بقول لك ان ده لسه ما حصلش لحد دلوقتي. اخيرا استاذ محمد، نروح الى ملف الحراس اللي عامل ازعاج كبير لجمهور الزمالك، عواد صبحي، صبحي عواد، ايه الجديد؟ بالظبط، يمكن محمد عواد كان في اشاده كبيره جدا منه في مباراه القمه الاخيره او في مباراه امبارح، حتى جوميز لما دخل اشاد ببعض اللاعبين بشكل كبير جدا من ضمنهم محمد عواد. وعايز اقول لك ان كان بعض اللعيبه زعلانين من جوميز، لانه في احد المؤتمرات الصحفيه قبل ماتش فيوتشر تحديدا اتكلم ان هو عنده مشكله في خط الدفاع، وقال ان مفيش حد مستواه ثابت عندي غير حمزه المسلوسي، وعندي مشكله في الراجل عنده حق والله فعلا. ما هو بس الكلام ده لما بيتقال، يعني في هي مدرستين، في مدرسه بينتقد لعيبته علنا، وفي مدرب تاني زي حسن شحاته كنت دايما اكلمه يقول لي انا عمري في حياتي ما هنتقد لعيب. صحيح. فهي دي مدرسه ودي مدرسه. لما طلع الراجل اتكلم كان في زعل شويه. عايز اقول لك ان امبارح بعد المباراه الراجل اشاد باغلب اللعيبه واشاد بعدد كبير جدا من اللعيبه من اللي كانوا زعلانين، من ضمنهم محمد عواد، يعني هو اشاد بمستواه. فمحمد عواد انا عايز اقول لك ان هو في استقرار كده كده من مجلس الاداره ان هو يجدد لمحمد عواد وان هو يستمر. وعايز اقول لك ان الطلبات الماديه لعواد ما فيهاش مشكله كبيره، يعني الدنيا قريبه ما بين عواد وبين مجلس اداره نادي الزمالك. المشكله الحقيقيه هي في محمد صبحي. محمد صبحي طبعا كده كده مصاب في الفتره دي، لكن محمد صبحي عايز اقول لك ان في طبعا اخبار كتيره جدا منتشره ووصلت لمجلس الزمالك ان هو وقع لبيراميدز، وان هو كده كده هو فري، يعني يقدر يوقع في من يناير اللي فات. سالوه هل انت وقعت البيراميدز ولا لا؟ قال ان انا ما وقعتش. دي اجابه يعني واضحه، لكن انا عندي عروض
والعروض دي بمبالغ ماليه كبيره جدا، فعليكم ان انتم تحسموا مصيري دلوقتي. ابجني بالظبط. الاجابه ما عجبتش اعضاء مجلس الاداره، يعني ان انت بتحاول تضغط بالعروض الموجوده عندك. فعايز اقول لك ان بنسبه كبيره جدا محمد صبحي ممكن يكون مش موجود في نادي الزمالك الفتره دي. في طبعا بدلة مطروحين بشكل كبير جدا، من ضمنهم محمد بسام، واحد من اللعيبه العاجبين اعضاء مجلس الاداره، خصوصا ان احنا بنقول ان الاثنين مشرفين على الكره حراس مرمى زي ما بنقول، واحمد الشناوي سواء ده او ده، الاثنين مرشحين لنادي الزمالك في حاله رحيل محمد صبحي. يا استاذ محمد شرفتنا ونورتنا ودائما بتسعدنا، وملك الحصريات دائما يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. كل الشكر لك. شكرا جزيلا لخبرنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد البنهاوي. فاصل ونكمل اخبارنا مع حضراتكم، خليكم معنا. بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. قبل ما نكمل مع حضراتكم أخبار نادي الزمالك، الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بدعم مستر مارسيل كولر، وهنا دور الفكرة أو الجزئية الإعلامية لما تبقى بتوعي الناس، إن أسهل حاجة إن الناس تدارى وراء حد يتحمل هو الفشل، لكن فكرة إنه كولر يتلقى هو كل السهام وإن كل الأخطاء هو اللي يتحملها، بالتأكيد عنده أخطاء وبالتأكيد عنده يعني قرارات خاطئه بنسبه 1000000% امبارح، ولكن هنا انا بوعي الناس كاعلام رسمي للنادي الاهلي، بوعي الناس ازاي ان ده مش هو التوقيت الامثل قبل كام يوم من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ولا هو ده الراجل اللي ينفع يترش ملحه كده بالبلدي بسرعه، ده عنده رصيد كبير جدا لما يخفف في لقاء في ماتشات كتيره هو لعبها. لا، انت لازم تقف في ظهره وتسنده وتساعده. وبعدين في حاجه غريبه يا جماعه انا بصراحه بشوفها ومش فاهم لها سبب، مع اي اخفاق للاهلي صغير كبير يتم استدعاء اسم كابتن سيد عبد الحفيظ. معلش ما تزعلوش مني، كان اللي خلقه ما خلقش غيره، كل الاحترام والتقدير وعلى دماغي من فوق كابتن سيد عبد الحفيظ، بس يا جماعه ده كابتن طارق سليم، كابتن طارق سليم رحمه الله عليه ومشي، كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه مشي، هو في ايه يا جماعه؟ وفي ناس ده كناس كاتبه لك، انا قريت حاجات مكتوبه، الجهاز المساعد الديكور، جهاز مساعد الديكور، جهاز واخد ثالث عالم انديه وافريقيا وكاس وسوبر ودوري ومقفل الدنيا السنه اللي فاتت وكسبان كل المنافسين المباشرين بتوعه، بقى جهاز ديكور دلوقتي عشان خسر ماتش فرق هدف من الزمالك؟ هو انت بتلعب، ما انت بتلعب الزمالك، طبيعي تتغلب قدام الزمالك وطبيعي انت تغلب الزمالك، ده طبيعي، ده ماتش، ده ماتش ديربي في ماتش رايح جاي. فلا يعني في حاجه كده بحس ان هي ما اعرفش بتستوطح حتى الناس اللي موجوده، كله بيحب يبقى في حد هو يشيل الليله، ولكن في الاخير حسنا فعلت اداره الاعلام بالنادي الاهلي ان هي تنتقي الوقت والتحرك الجيد عشان توعي الجمهور ان لازم يتم الوقوف ورا الفرقه ورا الجهاز الفني قبل لقاء مازيمبي. نروح للزمالك وثلاث حاجات ونقط سريعه جدا في الزمالك. اول حاجه بالنسبه لي بطل لقاء القمه بالامس هو جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك، راجل لسه جاي جديد، جاي في منتصف الموسم في ظروف لا يحسد عليها في منتهى السوء في نادي الزمالك، مجلس إدارة جديد، لعيبة أو قايمة غير مكتملة بالتأكيد عشان تبقى بتتكلم كده على الأبيض، قايمة الأهلي قد الزمالك مرتين، مش عشان انتقاصا من قدر لعيبة الزمالك، ولكن قايمة الأهلي فيها عمق، فيها لاعب واثنين وثلاثة في كل مركز، الزمالك ما عندوش الرفاهية دي، لعيبة جداد جت لسه عايزة تثبت نفسها ولسه عايزة تنسجم، فالراجل جاي على معطيات وظروف صعبة جدا، خسران من الأهلي من أقل من، بتتكلم في حوالي 11-3 كان ماتش الأهلي والزمالك في فاينل الكاس، يعني بتتكلم في شهر، ضغوط غير طبيعية إن بدايتك في الديربي تخسر في ديربي تاني في شهر تتعلم عليك مرة تانية، هتبقى وحشة وصعبة وتقل وضغط على اللعيبة وعلى المدير الفني، فإنك في كل هذه المعطيات زود بقى عليها، مع أول ربع ساعة بتخسر أهم نجم أحسن لعيب في مصر وأهم نجم في فرقتك أحمد سيد زيزو، مع بداية الشوط الثاني يحس فتوح بشد في العضلة الخلفية فتطلعه عشان تحافظ عليه عشان ماتش دريمز في الكونفدرالية، فأنت خسرت أهم عمودين في فرقتك، وبالرغم من ده الأهلي يتعادل في توقيت دائما وأبدا، الأهلي لما بيجيب فيه التعادل كل الناس كانت قاعدة مستنية امبارح الهدف الثاني للأهلي، تروح انت راجع وعامل كامباك وكسبان، فبطل القمه في وجهه نظري امبارح هو جوزيه جوميز. الحاجه الثانيه عايز اتكلم على سيف الجزيري. شخصيه اللعيب الكبير بتبان في الايه؟ في الماتشات الكبيره. الجزيري امبارح كان بيلعب تقريبا خط دفاع الاهلي لوحده. يعني امبارح كان عامل ازعاج ورعب لفرقه او خط دفاع الاهلي تحديدا عبد المنعم ورامي ربيع.
اي كوره بتتعلق للجزيري كل اللاعب بيتفرج اهلاوي قبل زملكاوي كان بيبقى عنده شبه يقين ان الجزيري هو اللي عنده الافضليه، ان الجزيري هو اللي ياخد الكوره. جاب هدفين، كان في ضربه جزاء لرامي ربيعه بعد كده تم الارتكان الفار واثبت عدم صحته، يعني في الاخر عامل نوش في كل حاجه، عامل نوش في كل حاجه، مغلط خط الدفاع. فهو بالتاكيد رجل المباراه مع دونجا مع اكتر من لعيب في الزمالك، ولكن سيف الجزيري بعد اداء كارثي في الفتره اللي فاتت خلى ناس كتيره جدا بتشوف انه خلاص اقترابه من نادي الزمالك بقى وشيك، بيعود في لقاء وهو دايما بيبقى فيها في لقاءات الاهلي. وارجع اقول لك في لعيبه بتاعت لقاءات كبيره زي جمال حمزه كده مع الزمالك قدام الاهلي بيبقى موفق في اللقاءات الكبيره، عارف يستحمل ضغوط اللقاءات الكبيره. فبالتاكيد سيف الجزيري امبارح يعني زي ما بيقول التوانسه برشا مبرشا يا مدلل، على عمل لقاء وعمل دور يتمناه ويستحسنه اي مدير فني في الدنيا ان يكون عنده فروت زي ده. تروح بعد كده على عمر جابر، مش هتكلم على الفنيات، انا عايز اكلمك على حته ليها علاقه بالعقليه اللي بيتكلم عليها دايما محمد صلاح. عمر جابر فترات قليله كان بيقدم اداء سيء جدا، اداء غير موفق، فكانت الناس بتنتقد، واحنا عندنا ساعات بيبقى في خلط بين الانتقاد وبين السخريه، الاستهزاء، التجاوز، التطاول. فعمر جابر شاف يعني زي ما بيقولوا كده يعني ايه يعني اللي هو خيار، يعني شاف بقى بص كل حاجه، شاف اي بص اي حاجه ممكن تتخيلها هو شافها. تمام؟ لا شفت عمر جابر طلع اتكلم، ما شفتوش حط ستوري، ما شفتوش عمل حاجه فيها فكره انه دخل في منافسه مع جمهور فرقته، ودي بتبقى اصعب حاجه ان جمهور فرقتك هو اللي ينتقدك انتقاد لازع. حط غله في الكوره، خلى رده في الملعب من غير اي شكل من اشكال الافتعال. فبقى هو كابتن او واحد طبعا من اهم كباتن الزمالك امبارح، واحد من اهم نجوم المباراه، جمهور الزمالك كله بيشيب بيه وبيثني عليه وشايف ان هو الفتره اللي فاتت يستحق ان هو يتشال على الراس، وهو فعلا يستحق ان يتشال على الراس، مش بس عشان مردوده الفني ولكن عشان عقليته واحترافيته وتفهمه لدور الجمهور واحترامه للجمهور، انه لما يبقى وحش هيستحمل ولما يبقى كويس ده دوره الطبيعي وهيحط رد وغله كله في الملعب. نطلع من الجزئيه دي، روح بقى الجزئيه شائكه وعايز حضراتكم بعد اذنكم كده ايه تبقوا معايا فيها واحده واحده. اللي احنا بنتمناه طول عمرنا ان تبقى فيه قواعد وريجوليشنز وبنود للعقوبات ولوائح للعقوبات واضحه وتطبق على التخين قبل الرفيع، على الكبير قبل الصغير، بنود دون النظر لالوان فانيلات. وفي نفس الوقت بنتمنى ان يبقى فيه تايم فريم، يعني شكل من اشكال الضوابط الزمنيه، امتى بتطلع قرارك؟ يعني لجنه الانضباط بتطلع قرارها امتى؟ لجنه التظلمات لما بيحال اليها تظلم بتطلع قرارها امتى؟ عشان دي حاجه هرجع لها دلوقتي. لان دول التفاصيل، عقوباتك، توقيت صدور العقوبات، توقيت البت في التظلمات، هي دي الثلاث حاجات اللي تضمن بيها احترام الناس. لانك لما بتكون بتعمل قواعد وعقوبات مغلظه على كل الناس سواسيه وفي نفس الوقت عارف القواعد او عارف الضوابط دي والعقوبات تصدر امتى، كل الجمهور هيبقى في ظهرك. ليه بقول الكلام ده؟ لان رابطه الانديه بتغرم الزمالك وتوقف اداري الزمالك وعامل الفريق بسبب اخفاء الكرات في لقاء القمه. طبعا تصرف مرفوض، ما بحبش الف وادور، تصرف مرفوض. قناعتي الشخصيه انه لن او انه ما كانش هيؤثر في نتيجه المباراه النهائيه، ولكن في الاخر هو تصرف مرفوض، اللي ما تعرفش الغيب فيه ايه. ولو بتلعب خماسي هتتنرفز وهتتعصب، يعني لو انا بلعب خماسي ومغلوب وعايز اكسب والكره عماله هتعصب وهبقى متنرفز. فهو تصرف مرفوض ومش محتاج كلام كتير ولا مبررات. تمام؟ فانا مع فكره العقوبات جدا، ومع جدا فكره سرعه اصدار العقوبه، بس شريطه بقى حاجه، ان انت تطبقها كده على طول الخط، ما تجيش في موقف على طول على السخان وموقف تاني يبقى الأنبوبة فاضية. يعني ما تجيش في موقف زي ده تروح مطبق عقوبات حالية آنية بعد أقل من 24 ساعة، وفي موقف تاني ودن من طين وودن من عجين وأنا ما شفتش وما عرفتش، وبعد ضغوط كبيرة بعديها بست سبع شهور تطلع قرار. ده مش ست سبع شهور، ده 8 شهور تطلع قرار. اللي أنا بقوله ده حصل فين؟ في عقوبة كهربا، اللي بالمناسبة وأنا أحب أقول اللي ليا
واللي عليا واحب اقول كل حاجه يمين وشمال وفوق وتحت، ما بيفرقش معايا لا الوان ولا بيفرق معايا اسماء ولا بعتمد اي حاجه من الحاجات اللي الواحد بيشوفه اتقاء للمولى عز وجل يقوله. كهربا لما قال الهتاف الشهير بتاع اللي هو اوف مش عارف ايه ده، حصل في شهر يناير. اتعاقب كهربا امتى؟ في الدوري في الموسم الماضي. اتعاقب كهربا امتى؟ قول كده حضرتك. اتعاقب في شهر سبتمبر 23، يعني ارتكب الواقعة في يناير 23، العقوبة تم تنفيذها شهر 9 23، يعني بعد 8 شهور واصدرت العقوبة بعد كام شهر، وبعدين راح هو تظلم، وبعد كده راح ايه اللي حاصل؟ ابتدى تنفيذ العقوبة 9 شهور بعد دقيقة 8 شهور في الدوري بتاع السنة اللي بعديها. ده ما ينفعش. فطبق عقوبات رادعة في توقيتات مماثلة على الكل. الأمانة تقتضي أقول لك إيه بقى؟ إن امبارح بعض من جمهور الزمالك شفت فيديوهات قال نفس الهتاف اللي عوقب عليه كهربا. فيجب برضو إن أنت تعاقبه زي ما ساعتها بقى معرفش عملته إيه مع الجمهور، وأعتقد كان ساعتها تم توجيه إنذار تقريبا للنادي الأهلي بسبب سوء سلوك جماهيره، أو تحذير حاجة كده. فلو كنت وجهت تحذير، لو اللائحة بتقول تحذير، وجه تحذير للزمالك. لو عاقبت الجمهور ساعتها عاقب الجمهور دلوقتي، لان ده غلط وده غلط. لفظ لا يليق وجمله لا تليق. في مناوشات بتحصل بين الجمهور وحصلت بالمناسبه امبارح وطبيعيه وبتحصل، احنا نرفضها بس بتحصل وتعدي. لكن الجمله دي واللفظ ده اللي كان قاله كهربا واللي ردده بعض جمهور الزمالك امبارح لا يليق وما ينفعش، وما ينفعش انه يتشاف ولا يتسمع ولا يخش بيوتنا ولا حد يفتخر بيه، ولازم اللي عمله يتعاقب. طب زي ما لازم اللي عمل ده يتعاقب، لازم كمان نقول ان الجمهور لما يتجاوز لازم يعاقب. ماتش الكاس مش عارف اقول لك انا الوحيد ولا غيري يعني، بس انا طلعت انتقدت شيكابالا. قلت يا شيكابالا ملهاش لازمه الحركه دي خالص. ليه الحركه دي؟ انت خسران وادائك في الماتش كان وحش جدا، وجمهور الاهلي الاول كان البعض بيسوق لك، وان كنت انا مختلف مع ده، ان انت لما جمهور يتعدى عليك لفظيا فتروح تاخد حقك. انا ما برضه ضد ده، بس كنت ساعتها بنتقدك، بس البعض كان بيوجد لك شكل من اشكال المبرر ان انت بتعمل كده عشان تاخد حقك، الجمهور شتمك فتاخد حقك. فانتقدت شيكابالا، قلت لكل اللي سمعته، كنتش موجود في السعوديه بس كل الناس اللي كانت في السعوديه وسالتهم قال لك ما حدش جه جنب شيكابالا ولا هو بناحيته، فعشان كده انتقدت واستغربت التصرف جدا. تعالى اوريك بقى حصل ايه مع شيكابالا امبارح، بس احنا طبعا قافلين الصوت عشان لا يليق ان احنا نعرضه. شيكابالا نازل كان هو مصاب وقاعد فوق، نازل بعد ما الماتش خلص يحيي لعيبته ويحتفل مع لعيبته، فجمهور الاهلي شتمه. ارجع اقول لك برضو ايه، احنا قافلين الصوت، سابهم ومشي. ده التصرف الصح اللي يتعمل من لعيب، ده اللي انا بتكلم عليه. انت ما تخشش مع الجمهور في اي جدال ولا نقاش، بس في نفس الوقت لازم هنا زي ما شيكابالا ما عملش حاجه لازم الجمهور يعاقب. ارجع واقول لك انا مسطرتي واحده في كل حاجه، ايا كان لون الجمهور وايا كان لون الفانيلا وايا كان اسم اللاعب. تخطئ تعاقب، وبالعكس بشوف دايما كل ما كنت كبير وتخطئ لازم عقوبتك تبقى اشد. لازم العقوبه بتاع ده، انا اسف ده قبل الماتش، لازم عقوبتك تبقى اشد مش اقل، لان الكبير دايما لازم يكون قدوه، فما ينفعش ان الكبير يؤتي افعال صغيره. نطلع من ده ونروح لاخبار النادي الاهلي. موقف محمد عبد المنعم من الاصابه خلال مباراه الزمالك، كان محمد عبد المنعم اشتكى من اصابه في كتفه بعد الاشاعات اللي اتعملت. محمد عبد المنعم ان شاء الله سليم، هو موجود في اللقاء القادم امام مازيمبي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ونقف عند محمد عبد المنعم وقفه. اول حاجه، محمد عبد المنعم واحد من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها جدا، لان بشوف ان هو عنده امكانيات فارقه عن اي مدافع في مصر، وهو المدافع الاجمد والاهم في مصر بلا جدال، ومفيش عائل يختلف على ده. اعلى امكانيات وافضل اداء لمدافع في الوقت الحالي، بحبه جدا وشايف ان عنده امكانيات يحترف في احسن الدوريات. الفتره اللي فاتت محمد عبد المنعم وتحديدا منذ كاس العالم للانديه في شهر 12 حتى الان، يعني تتكلم في 4 شهور، مش ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه، محمد عبد المنعم مش في مستواه. أن كان السبب
ايا كان السبب مجهد، ولو ان الاهلي مجهد الفتره الاخيره مش الاربع شهور، مشغول بالاحتراف وحق وعايز يلحق نفسه، عنده امور اسريه، ايا كان السبب لازم محمد عبد المنعم يقف وقفه، لان بالتاكيد امكانياته ومستواه اعلى من كده بكتير. والواحد يبقى حزين لما يشوف موهبه زي محمد عبد المنعم بتضل طريقها او مستواه بيقل لفترات طويله، لانه فعلا لعيب جامد قوي. محمد عبد المنعم الفترات اللي فاتت عصبي زياده، بنت في اكتر من لقاء، سواء في لقاء الزمالك امبارح واللقطه بتاعت الجزيري وهو خارج، في لقطه تانية في نواشات مع جمهور الزمالك، في لقاءات تانية كتير متعصب حتى مع زمايله. لازم يا محمد تعرف ان الكوره ملهاش كبير، مفيش حد يجبر على الكوره، ومهما كانت امكانياتك عاليه قسما بالله الكوره، عارف محمود عبد العزيز فيلم ابراهيم الابيض، ياما قدك ومش عارف واتخن منك وراحوا. في الكوره مفيش كده، في لعيبه كانت ملء السبع ادريانو يا عم ادريانو فين؟ اللي كان ابراهيموفيتش اللي ما بيشكرش في حد قال لك ده كان وحش، بينزل وحش في الملعب، كان بيقول عليه انيمال حيوان في الملعب. فين ادريانو؟ فمحمد احنا بنقول كده حبا فيك. الواحد اتكلم على محمد قبل اللقاء وقال لك يا جماعه محمد عبد المنعم لازم يقعد مع نفسه، لانه هو فعلا مش مركز الفتره اللي فاتت، مش بيقدم الاداء اللي يستحق ويكافئ قدراته. قال لك يا عم انت بتهد في الاهلي قبل ماتش القمه. بعيد طبعا ان ده يعني تناول طفولي جدا وطرح طفولي جدا وسطحي جدا، اللي بيعمله للاسف هو ما عندوش حاجه تانية يعملها غير كده، لان هو عايش على كده، عايش على فكره انه لازم يحسسك كجمهور، ايا يعني كان بقى انت اهلاوي وزملكاوي، لان الموضوع ده موجود في الجانبين، لازم يحسسك انه ايه، انا بدافع عن الكيان ضد المتآمرين ضد يا عم ده طرح طفولي. هو في مذيع مهما كان اثر في، خلينا نتكلم على الاهلي في اللي احنا بنتكلم، مجلس اداره الاهلي بجمهور الاهلي بلعيبه الاهلي بمحمد عبد بكل الناس دي بكلمتين، ده ساعتها ما بقاش لعيب جامد اصلا. امال حسام حسن يعمل ايه بقى، واحمد حسن وميدو وحسام غالي ده الناس دي كانت بتفرم يا جماعه نقد ومحدش كان بيتكلم. انتوا عارفين او الناس اللي بتعمل كده عارفه ان هي مالهاش اكل عيش غير كده. ما هو دي الحاجه اللي عارف يعملها، لازم يبيع لك بيعه تستنفر عواطفك، وان انا اللي بدافع عنك وانا اللي بعمل وانا مش عارف انا الايه وانا، في حين يقول لك انت اصل انت بتحب، اه يا عم احنا بنحب الناس كلها، احنا ناس سويه بنحب الناس كلها وعايزين الناس كلها تبقى كويسه، وبالذات اللعيبه المميزه اللي ما فيش منها كتير، ده احنا في فتره فيها فقر شديد في المواهب. هو انا هروح العب مدافع مكان عبد المنعم، ولا هلعب مساك مكان ناصر مهلا لما كنت انتقدته والناس زعلت، ولا هلعب قصدي بلاي ميكر مكان ناصر؟ يا جماعه احنا عايزين الناس تشوف الناس في احسن حال ممكن، لان هم في الاخر هيفيدوا منتخب مصر، ولازم الناس تبقى عارفه ان ده دور الاعلام. انت تحاسبني كان النقد بشكل محترم ولا لا، انا بسميه دايما النقد المحب، بشكل محترم ومهذب ولا لا، وانه نقد بمسطره واحده على الجميع، يعني زي بقول كده عبد المنعم بقول كده على ناصر بقول كده على كذا وعلى كذا وعلى كذا ولا لا. لكن فكره ان احنا نطبل للعيبه طول الوقت وللمسؤولين طول الوقت، احنا كده بنظلمهم مش بنساعدهم. ده انت شقيقك صاحبك الانتيم حقك عليه ان لما يشوفك بتعمل حاجه مش ولا بد بتضر بيها مستقبلك واكل عيشك يقول لك خلي بالك يا ابو حميد ما ينفعش كده، رايح اكل عيشك يا عم، روح بدري نام انت عندك شغل الصبح، ومش هيقعد يقول لك لا يا عم اسهر يا عم حد واخد منها حاجه، مفيش الكلام ده يا جماعه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انصر اخاك ظالما او مظلوما، انصره ظالما يا رسول الله انصره مظلوما يا رسول الله فكيف انصره ظالما؟ قال لك ردوه عن ظلمه، او كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان لو اخطات في متن الحديث، يعني لما اشوفه بيعمل اقول الفكره بقى بقول له ازاي، بقول له بشكل غير محترم غير مهذب في تطاول في تطاول في تجاوز. فيا جماعه محمد عبد المنعم قيمه كبيره، وشفنا كلنا امبارح ده عامل ازاي، عنده احسن من كده 100,000 مره، وما يجراش حاجه عبد المنعم، ماتش وعدى ومفيش مشكله، وانت ياما لعبت ماتشات جامده جدا، ده انت جالك الراجل كوليبالي بتاع نابولي في عز وبتاع السنغال قال لك يا عم انت ساب الناس كلها وراح لك انت عادي، مفيش حد فينا 365 يوم في شغله ماشي صاروخ، يعني لازم يقع، لما يقع لينا جنبه وفي ظهره ونقول له خلي بالك وانت عندك احسن من كده، وان شاء الله نشوف كل لعيبتنا الجامدين في احسن مستوى ليهم، لان في الاخر ده بيصب في مصلحه منتخب مصر. طيب نروح لبيرسي تاو سريعا، بيشارك في تدريبات الكره ولكن كولر لسه لم يحسم موقفه غدا، البعثه هتسافر بكره الساعه 2، لسه ما بيرسي تاو في كلام يا هيسافر يا مش هيسافر، لان هو كان بيشتكي من انكل رجله والجهاز الطبي كشف عليه لا مفيش حاجه، بس هو حاسس بوجع، فلسه شارك في تدريبات الكره بس لسه ايه مفيش
قرار بنسبه 100%. استمرارا مع اخبار اللعيبه المهمه اللي غايبه عن الاهلي، والاهلي بصراحه ربنا يكون في عونه عنده غيابات كبيره جدا، كل ربنا يكون في عونه. مروان عطيه عفوا غالبا مش هيبقى موجود في ماتش مازيمبي. الكولر والجهاز الطبي عايزين يطمنوا خلاص استشهاد العضله الخلفيه زي ما حكوا عارفينه، زي ما شفنا مع صلاح اصابه رخمه تاخد وقت طويل، فعشان كده هم مش هيغامروا بيه في ماتش الذهاب ده. كمان في احتمالية انه ما يكونش موجود في ماتش الاياب اللي هو هيكون يوم 28، ماتش الذهاب الحد 21، ماتش الاياب 28. ان شاء الله مروان عطيه يكون موجود مع النادي الاهلي عشان ان شاء ماتش العوده 26 يا جماعه 26 26 انا اسف، فان شاء الله يكون موجود، لان بالتاكيد مروان عطيه احسن ارتكاز في مصر بلا جدال، وبالتاكيد وجوده مع كولر يفرق معاه. نروح بعد كده سريعا اصابات الزمالك قبل ماتش دريمز، حاجتين، فتوح سليم وهيكون موجود في ماتش دريمز، شد خفيف في الخلفيه عشان كده اثر جوزيه جوميز امبارح ان هو يريحه عشان ما تتفاقمش. بالنسبه لاحمد سيد زيزو بره ماتش الذهاب اللي هيكون يوم السبت اللي جاي يوم 20 ابريل عفوا يا جماعه معلش دور شديد شويه يوم 20 ولكن انا اسف يوم 21 ماتش الذهاب بالنسبه لنادي الزمالك يوم الاحد. الزمالك زيزو مش هيكون موجود في اللقاء ده، لكن هيكون موجود في لقاء العوده ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكلينا عمر يوم 28 ابريل المقبل. هو الاصابه برضه هو جاي بيشوط الكوره شط رجل رامي ربيعه فجت في صباعه الكبير ردت وسمعت في الانكل اللي هي الاصابه القديمه اصلا، ودي بتبقى اصابه رخمه، وانا قلت حقه قبل كده كذا مره ان هي الاصابه دي لو ما تعافتش منها بنسبه 100% بتقعد ترجع وتزيد وترجع وتزيد بعد ما تحس ان رجلك بقت تمام، تبقى الحته دي ضعيفه. فعشان كده زيزو مش هيلعب اللقاء الاول، بس ان شاء الله يكون موجود في اللقاء الثاني ويساند فرقه الزمالك احسن لعيب في مصر كاستمراريه خلال السنين اللي فاتت، وبالتاكيد ورقه مهمه جدا 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 لجوزيه جوميز. 30,000 مشجع لمباراه الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدراليه تلقى نادي الزمالك اختار من بالموافقه من الجهات الامنيه، يكون موجود ان شاء الله 30,000 مشجع في لقاء القادم يوم الاحد اللي جاي 21 باستاد القاهره الدولي في تمام السادسه مساء. اخيرا عندنا خبرين مهمين جدا. الخبر الاول ان يد الاهلي بتقهر الزمالك في بطوله السوبر الافريقي وتتاهل ل 1000 مليون مبروك بيشرفوا الكره المصريه، يروح ان شاء الله يقدموا نجاحات واداء يرفع اسم الكره المصريه، ولكن يحسب لمنظومه الاهلي في كره اليد ان بعد ما كانت متاخره بفارق كبير قربت من الزمالك، بقت ند كبير للزمالك في الجزئيه بتاعه كره اليد، وبقى خسارات متتاليه للزمالك على يد الاهلي، فيستحق المسؤولين ان هم يتم الاشاده بمجهودهم وبشغلهم، لان ان انت تكسب الزمالك افضل فرقه في مصر وافريقيا لمده 3 سنوات متتاليه ده شيء صعب يستحق رجال الاهلي عليه التحيه، ويستحق مجلس الاداره ومدير النشاط الرياضي الاستاذ خالد العوضي انه يتحيى عليه لانه عمل طفره في الجزئيه دي. نروح باخر خبر معانا. رمضان صبحي نجم منتخب مصر وبيراميدز بيرفض التراجع عن رفع دعوى قضائيه ضد جمال علام، وبصراحه حسنا فعل. انا قلتها قبل كده، التصريح اللي قاله الاستاذ جمال علام يعني ما ينفعش يتقال، ما ينفعش يتقال، يعني ما ينفعش. لو مدير مدرسه يعني ثانوي مش هينفع، يعني مع كل الاحترام والتقدير طبعا مدرسين وعلى دماغي من فوق، بس يعني لو حد بيشتغل في التربيه والتعليم مش بيشتغل في الكوره مش هيقول، يعني يبقى عنده الحد الادنى من المعلومات العامه ومن الفهم ان التصريح ده ما ينفعش يتقال. مش عشان اصلا المعلومه غلط ورمضان لعب بعد كده في الدوري، لا، لانه حتى لو المعلومه صح اصلا ما ينفعش تقال، بروتوكول بتاع الواده والنادو ما ينفعش يتقال، هم اصلا بيبعتوا العينه مرقمه من غير اسامي. فروح انا طالع قايل كده في لعيب دولي والكلام ده كله المفروض انا بحميه، انا ابوه يعني، انا ابوه الشرعي كاتحاد كوره. فحسنا فعل، انا بحب كده اللي يخطئ يعاقب عشان الناس بعد كده تفكر 100,000 مره قبل ما الكلمه تطلع من لسانها، وقبل ما يعملوا خطأ أو موقف ما كان يجب أن يصدر منهم. نطلع لفاصل ونستقبل ملك النص كابتن فاروق جعفر، خليكم معنا. أصغر لاعب سجل في لقاءات القمة. أصغر لاعب سجل إمام عاشور. مين؟ إمام عاشور. إمام عاشور. إمام عاشور. كوكا. أحمد كوكا. أحمد إبن كوكا. مصطفى فتحي؟ مصطفى فتحي؟ شايف؟ ده جابه على طول اهو، اجابته غلط، قول له اجابته غلط.
اعتقد عبد الحليم علي ممكن. رمضان صبح. رمضان صبح امام عاشور. مصطفى ابراهيم. مصطفى ابراهيم انت قربت بس هو مش مصطفى ابراهيم. اسامه فيصل المباراه دي خلصت 3-1. محمد صبد هو اللي اصغر لاعب، هو اللي سجل في نادي الاهلي. كريم بامبو. ايه اسامه فيصل، رمضان صبحي، عمرو جمال. حافظ. هو حافظ. ايوه هو غش وحافظ. لا لا ما تقلقش، وانت عملت غشاش. لا هو بيقول لي رضا عبد العال. رضا عبد العال. اسامه فيصل ومحمد ابراهيم. شيكابالا 2001 و99 و2002 و2003. مين اللي سجله بقمصان النادي الاهلي ونادي الزمالك؟ طبعا حسام حسن اول واحد، واحمد حسن، واحمد. عايز سبعه. سبعه؟ كابتن احمد حسن. احمد حسن سجل عندنا وسجل فيهم. كابتن حسام حسن سجل هنا وسجل هنا. كابتن جمال عبد الحميد. يا جماعه جمال عبد الحميد سجل هنا وسجل هنا. كابتن حسام حسن ومحمود عبد المنعم كهربا وامام عاشور. جمال عبد الحميد. حسام حسن. مؤمن زكريا طبعا ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. امام عاشور وكهربا وحسام حسن ومعتز يونو. حسام حسن طبعا اكيد سجل في الاهلي والزمالك. واخر حاجه امام عاشور. حسين حجازي، حسام حسن، احمد حسن، كهربا، امام عاشور، مؤمن زكريا، جمال عبد الحميد. كريم بامبو. ومين؟ كريم بامبو تقريبا. سجل الاسماعيلي وسجل، سجل في الاهلي في الاسماعيلي. لا لاعب اهلي وزمالك. لا يبقى هم زي ما قلت لك انا، حسام حسن وحسام حسن، مؤمن زكريا، كهربا، امام عاشور. حد ما جاوبت كويس الصراحه. ان شاء الله. يعني لو تشيرت تشيرت تشيرت. مبروك عليك تشيرت. تسلم. الله يبارك فيك. الله يبارك. تسلم يا باشا. دور حسام حسن، رضا عبد العال، بسم الله بسم الله، احمد حسن. انا بفكرك باللي انت. أيوة, ايوه احمد حسن. في حد تاني برضو في عبد الله سعيد لسه ما جابش في الاهلي. عبد الله سعيد لسه ما جابش في الاهلي. كنت لازم غلط. جمال عبد الحميد كده خمسه. صح. فاضل واحد كمان. ايوه جمال عبد الحميد. فاضل واحد كمان. لا مش عارف بقى اجيب واحد كمان. كهربا. تكسب. كهربا جاب جول. كهربا الزمالك اكيد. اكيد اكيد. متاكد؟ متاكد. كم هدف كهربا جاب في الاهلي؟ واحد في ماتش اللي ضيع فيه ضربه الجزاء. وجاب في الزمالك جون. وجاب في الزمالك جون في الماتش اللي هو كان اول ماتش يلعبه ديربي بعد ما راح الاهلي. بس بس كده. بس كده جونين. مبروك التيشيرت. Thank you.